معنا على التليفون الدكتور احمد غلاب، مدير محميه الجزر الشماليه بالبحر الاحمر. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور. لو جينا اتكلمنا عن الاماكن الجديده اللي تم افتتاحها للغوص، يا ترى موجوده فين بالظبط على ساحل البحر الاحمر؟ هي موجوده طبعا في مدينه الغردقه. دكتور استاذن حضرتك بس لو نقف في مكان فيه شبكه لان صوت حضرتك بيقطع. المواقع الجديدة موجودة بالقرب من ساحل مدينة الغردقة. قرب من الجفت. دكتور أحمد احنا لسه عندنا مشكلة، اتفضل. أندم؟ لسه بس عندنا مشكلة في الصوت. يمكن اللي عند حضراتكم. لا كده مظبوط، اتفضل. تمام يا فندم. المواقع الجديدة دي موجودة في ساحل مدينة الغردقة بالقرب من جزيرة الجفتون وبالقرب من جزيرة مجاويش. الحقيقة طبعا المواقع دي كل موقع بيضم عدد من المعدات الحربية، وتم امبارح اعلان الرسم لافتتاحهم واستخدامهم من قبل مراكز الغوص الغواصين. احنا كنا موجودين طبعا وحضرنا وغطسنا مع الغواصين، وكان الحقيقة يعني الناس في سعادة كبيرة جدا. المواقع دي طبعا كانت عبارة عن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الدراسات، والمرحلة الثانية مرحلة التنفيذ، والمرحلة الأخيرة مرحلة الافتتاح الرسمي واستخدامهم بشكل نهائي للغواصين. طيب دكتور، يعني كان إيه الهدف وراء افتتاح ثلاث مواقع جديدة للغوص في الغردقة، وتحديدا الثلاث مواقع اللي حضرتك ذكرتهم؟ هو الحقيقة طبعا الهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية بشكل رئيسي، لانه الشعاب المرجانيه هو النظام البيئي اللي في العالم اللي بيتاثر بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخيه، وبيتاثر به الانشطه البشريه المكثفه. مواقع الغوص الموجوده عندنا في البحر الاحمر نتيجه لزياده عدد الغوصات عليها اللي بتتعدى 200,000 غوصه في السنه، وطبقا للدراسات اللي اعدت انه الغوص الامن على مواقع الغوص يجب ان لا تتعدى 20,000 غوصه، فاحنا عندنا زياده مكثفه على هذه المواقع. من هنا جت الفكره ان احنا ننشئ مواقع غوص صناعيه، الهدف منها تخفيف الضغوط على المواقع الطبيعيه. الهدف الثاني ان احنا نخلق حيود مرجانيه جديده من الشعاب المرجانيه. طيب وده كان اي فندم. اتفضل اتفضل حضرتك كمل اتفضل. ده الحقيقه كان الهدف الرئيسي من انشاء المواقع الغوص الجديده في مدينه الغردقه. طيب هل في مميزات بتمتاز بيها المواقع الثلاثة دي مختلفة عن مواقع الغوص الثانية؟ هو طبعا الحقيقة يعني ده موقع غوص صناعي مش موقع غوص طبيعي، ده بيدي فرصة او يعني بيخلق تجربة جديدة للغواصين ان هم بينزلوا على اماكن الشعاب المرجانية الطبيعية، ان هو يديله فرصة لمكان ثاني بديل، لان المواقع دي بتتكون من معدات حربية عبارة عن دبابات ومدرعات، وبالتالي بيبقى عند الغواصين فرصة ان هم يشاهدوا يعني حاجة تانية مختلفة تحت المية. طيب دكتور، يعني عايز اعرف من حضرتك ازاي بيتم الترويج لهذه الاماكن، وازاي نقدر نعرف السائحين بيها، خاصة انه يعني المنظر بيكون حقيقة اكثر جمالا تحت الماء لو هنتكلم من ناحية الشعاب المرجانية والاسماك والموقع اللي بتتميز بيه بشكل عام مصر. هو طبعا يعني البحر الاحمر من المواقع المعروفه على مستوى العالم، من ان هي من المواقع المميزه والجاذبه لنشاط الغوص ونشاط السياحه بسبب التنوع البيولوجي اللي موجود فيه. في عدد من الاماكن في البحر الاحمر سنويا بتحصل على يعني افضل، من ضمن افضل 10 اماكن مميزه في العالم. شركات السياحه ومراكز الغوص احنا وجهنا لهم الدعوه امبارح لحضور الافتتاح الرسمي لمواقع الغوص الجديدة، وبالتالي هم هيضعوا هذه المواقع على برنامج السياحة وبرنامج الرحلة البحرية اليومية. الافتتاح امتى؟ امبارح يا فندم، تم امبارح يعني الافتتاح تم امبارح، وده يعني اعلن بشكل رسمي عن استخدام الموقع من قبل شركات السياحة ومن قبل الرحلات البحرية اليومية اللي بتمارس نشاط الغوص في المنطقة. ده هيوضع على برنامج الرحله اليومي لمراكز الغوص.
هايل. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد غلام، مدير محميه الجزر الشماليه بالبحر الاحمر.